السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. احنا النهاردة هنشرح برنامج دي بي ستوك 2019 الجزء الثاني الخاص بالمشتريات. تعالى نروح القيمة الرئيسية بتاعتي من فوق عشان اعمل مشتريات. أنا عندي إنشاء مشتريات وعندي عرض. الفرق ما بين القسم اللي اسمه عرض فواتير وقسم خصم إنشاء. إنشاء أنا عايز أعمل فاتورة مشتريات، طيب العرض هنا عرض الفواتير. طيب أنا عايز إيه الفرق ما بين مشتريات لو عايز اعمل فاتوره مشتريات، وايه فرق بين ضفه وسحب المخزن؟ ايه في اتنين دول؟ والله في ناس بتقول لك انا عايز مثلا اسحب بضاعه واطلعها للعميل، او اجيب البضاعه وادخلها جوه المخزن بتاعي من غير ما تسمع في الحسابات، فادوس على ايه؟ اضافه او سحب. اضافه او سحب. وفي ناس تانية بتقول لك لا، انا عايز الحاجه اللي اشتريها من مورد، اي حاجه اشتريها من مورد واحطها في المخزن لازم تسمع في الحسابات عشان تسمع معايا في الارباح والخسائر وتقارير تانية. يبقى انت هتعمل فاتوره مشتريات ليك انت، وبتختار اسم مورد. خلينا ندوس على فاتوره مشتريات. هنا بيقول لي اختار المورد اللي بتعمل معاه. طبعا شرحنا قبل كده ازاي اضافه موردين. ادوس على مورد واحد التالي. طيب هنا بقى ممكن ابحث عن المنتج بتاعي من خلال باركود لو عايز اجيبه، او اجيبه من خلال مثلا من اسم المجموعه. انا مثلا الراجل ده اشتريت منه ادوات كهربائيه، زي مثلا اشتريت منه مثلا غسالات، اروح قسم الغسالات. مفيش طبعا، مش مسجل غسالات. اشتريت منه تكييفات، اروح عند قسم التكييفات هلاقي عندي مثلا تكييف صيني، تكييف مش عارف ايه. انا خلصت سمك بوتسي بين 80، مش مشكله. تكييف صيني مثلا سعره مثلا الكميه اللي عايز اجيبها منها، هو طبعا جاب لي 33000. ليه بقى؟ لان انا معرف اوتو التكييف الصيني ده، ان الراجل دايما بشتري التكييف ده بالسعر كذا، فعرفت والله عايز اعدل هنا مش هيحصل حاجه. ومعرف كمان اوتو التكييف ده لما اجي ابيعه مين ابيعه بالسعر ده، والله برضو عايز اعدل، وتعديل هنا هيظهر فلما اجي اعمل فاتوره مبيعات. الراجل ده هيشتري مثلا الرقم ده، الكميه دي كلها. ادوس على ايه؟ اضافه. ايه الرساله دي؟ طيب هقول لكم الرساله دي معناها لما اضيف منتج تاني. انا شفت من تكييف صيني صح، خليني بقى اجيب منه مثلا اخده من تكييف شرب مثلا، كميه مثلا 2. ادوس على اضاف. ايه الرساله دي؟ بيقول لك هل تريد ايضا اضافتها للمخزن؟ يعني الكميه الاثنين انا جايبها من عند مورد، عايز الاثنين دول ينضافوا في المخزن. طبعا. طب انا ليه حطيت اصلا المسج دي؟ المسج دي احنا ليه عاملينه في برنامج؟ افرض لو انت مش عايز كده، لو انت مش عايز الحاجات دي ما تضافش، خلاص دي حاجه ترجع لك. لو عايزه تنضاف ماشي دوس نعم. اصل في ناس تقول لك انا عايز استخدم البرنامج كايه؟ كشوف ايه اللي اشتريته او ايه اللي بعته بس، لكن غير ما يسمع في المخازن، من غير ما يسمع في الحسابات. انت حره، انت حر، حاجه ترجع لك. فعشان كده حطيتك الرساله دي. طيب انا عايز ابحث عن منتج تاني بس مش من خلال اسم المجموعه، ممكن من خلال الباركود بتاعه. مثلا دوس على باركود رقم 3، ادوس على البحث اللي بعديها جاب لي اسمها. ادوس على الباركود اغيرها مثلا رقم 2، مفيش هنا. مثلا رقم 2 قال لي دي جمبري وكذا وكذا، وممكن اضيف بقى الحاجات دي كده مفترض دي من ضمن الحاجات اللي اشتريتها من مورد بتوعي. طيب ممكن ابحث برضه من خلال الباركود. الباركود ده ايه؟ انا شايفين العلامه الحمراء دي علامه بتاع الباركود. بس لو انا برنامج انت مشغل البرنامج دي بالسوق 2019 مش في التابلت، في التليفون، وبنأكد عليها المره الثانيه ايه؟ لو انت مشغل البرنامج من خلال التليفون، لان عدسه التليفون عدسه قويه جدا بتقرا باركود، انما العدسه الموجوده في التابلت عدسه ضعيفه ما بتعرفش تقرا الباركود. مع ذلك برضه هنجربها ونشوف. هدوس العلامة بتاعت باركود هنا اهو، المفروض كده ايه تقرا، بس مش هتقرا لان الريزوليوشن بتاعتها ضعيفة. احنا وحظنا بقى، يعني المفروض تقرب تقرب، مش ما اعتقدش انها هتقرا يعني، لان العدسة بتاعت التابلت ضعيفة. لو انت مشغل برنامج على تليفون، لو انت مشغل برنامج بتاعك على التليفون، يبقى ايه هتلقطها بسهولة جدا، ويبقى الموضوع ده جميل جدا. طب انا خليني بحفظ الفاتوره دي من القائمه لفوق، ادوس على حفظ. شوف الرساله دي، هل تريد ايضا السحب من خزينه؟ ده الرقم ده، هل عايز تسحب من خزينه المبلغ ده كله؟ اقول له اه. لو انت ما سحبتش الرقم ده من خزينه تمام، فبالتالي مش هتسمع في اسمه ده. لما اجي اطلع ارباح وخسائر ما اجيش بقى اعيط اقول اه ده في عجز في الميزانيه، ده في فلوس اصلا مش متسمع فيها، عشان انت ما تدوسش على اوكي. طب انا ليه حطيت لك الرساله دي؟ الرساله دي عشان في ناس مش عايزه الكلام ده،
في ناس اصلا عايزه تستخدم برنامج ملوش علاقه بالحسابات خالص، عايزه تستخدم حسابات لحاجات تانية خالص بعيده عن الحاجات دي، انت حر. فعشان كده حطيت لك دايما الرساله يس ونو، يس ونو اغلاق. تعالى بقى نشوف بقى الحاجات اللي سجلناها قبل كده، اطلع من كلمه القمه الاساسيه بتاعتي. تعالى بقى شايفين السكشن اسمه انشاء، لا السكشن بتاعته اسمه عرض فواتير. هدوس على ايه؟ اعمل عرض فواتير مشتريات. انا سجلتها، انا في اصلا فواتير قبل كده عملتها من زمان موجوده هنا. ايه الزراير اللي فوق دي؟ في عرض فواتير طلع كل فواتير. طب لو انا عايز اطلع فواتير كل مورد ادوس عليها مين كده؟ اجيب لي مورد واحد بس. مورد اتنين الفواتير كلها بتاعت المورد الاتنين اللي انا اشتريت منه، كل الفواتير بتاعت المورد اتنين اللي انا اشتريت منه، او البضاعه اللي اشتريت من مورد من المورد اتنين. مورد تلاته مفيش. تعالى بقى شوف مورد اتنين. مورد اتنين هتلاقي فيه عنده مثلا جيت منه تلاته واربعه. مورد واحد او مورد واحد جبت من عملت معاه فاتوره واحد واثنين وخمسه، ده مورد واحد. خلي بالكم ايه الفرق بين مين وخمسه وفوق؟ شايفين خمسه واثنين ايه وبقيت فواتير ثانيه، بس ايه الفرق بين خمسه واثنين؟ الخمسه الجنب ده فيها زرار احمر وتحت مش موجود فيها زرار حمراء. ليه؟ مش فيها الشير والليد، عشان لما جيت اعمل فاتوره رقم خمسه ما قلتلوش حفظ بي دي اف، فانا عايز احفظها بي دي اف مش هيحصل حاجه، دوس على الزرار الاحمر اللي جنبيها فهتحفظ لك الملف بي دي اف، فبالتالي اعرف اعمل لها شير، اقدر اعمل لها كده كده تعمل طباعه حتى لو ما عملتش الشير ده، حتى ما عملتهاش بي دي اف. كده عايز اعملها شير ادوس على شير، شير على ايه؟ على الواتساب. الله طب جميل جدا. بس دي لو فاتوره مبيعات برده نفس فاتوره مبيعات زيها، لو فاتوره مبيعات وتطلع العميل بتاعك الفاتوره بتاعته على الواتساب في منتهى الروعه، او على الجيميل بتاعه يبقى روعه، جميل جدا. طيب كذلك امر ريد، يعني ريد بقى لو عايز اقرا الملف على بي دي اف الفاتوره دي عايز اشوفها على البي دي اف، دي حاجه ليك انت ريد اونلي، اهي بيطلع لك اهو على البي دي اف فاتوره مش رقم كذا، اسم المورد الاجمالي وسعر وضريبه والحاجات دي كلها. خلي بالكم بقى ان الباك جراوند موجوده في فايل بي دي اف انت ممكن تغيرها، واقول لكم اغيرها ازاي لما تتصفح ملفات البرنامج من جوه البرنامج نفسه جوه الجهاز التليفون بتاعك نفسه. طيب عايز احذف اي فاتوره اي واحده من دولت مثلا، عايز احذف الاثنين هتجي لي الرساله دي، عايز تحذفها كده حذفتها كمان. خلي بالك بقى من عدد فواتير. طيب خلاص شايفين السهمين اللي على جنب دولت، لو دوست على السهمين دولت انا عايز اجيب فواتير بتاعت المشتريات من والى، اختار من تاريخ كذا شهر كذا يوم الى ايه الى يوم كذا شهر كذا، وبحث واجيب لي كل فواتير بتاعت المشتريات من المحصوره ما بين تاريخين التي قمت باختيارهم من شويه. طيب لو عايز اشوف تفاصيل الفاتوره اللي جواها برده عشان عايز ازود او اعدل فيها، ادوس على اسم مثلا ادوس على رقم الفاتوره اللي هي 0004 او ادوس على اسم المورد بتاعها، ادوس على 004 مثلا، دوست عليه هنا اهو جاب لي تفاصيل الفاتوره بحيث ان هو عايز اعدل او اضيف عليها وهكذا. يبقى احنا كده انتهينا من هذا الفيديو، ارجو ان تشوفوا الفيديو جاي لانه مهم جدا عشان نشوف المخازن والرسومات البيانيه فيه وفواتير المبيعات. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.